هشاور بس على حاجة صغيرة يولد لنا. فازاي هو مولود لنا يعني ابني ويبقى إلها. اتنين، ازاي الكلام ده اتقال قبل المسيح ما يتولد تقريبا 700 سنة. اتسألت مرة سؤال وكان سؤال خبيث شوية، الإجابة دي كان الآية دي كانت إجابة هذا السؤال. واحد بيقول لي أنتوا بتؤمنوا كمسيحيين أن المسيح هو الله؟ قلت له آه. قال لي طيب هو اللي قال عن نفسه أن هو الله ولا تلاميذه قالوا عنه أن هو الله؟ الحقيقة سكت يعني نص دقيقة كده وقلت له أنت بتسألني سؤال وحطيت لي اختيارين، هو ما فيش اختيارات تانية. لو قلت أن هو قال عن نفسه أن هو الله يعني أنتوا طيبين بتصدقوا أي حد، يعني واحد قال ادعاء وأنتوا صدقتوه. ولو التلاميذ قالوا عنه أن هو إله، ما في كثير من التلاميذ قالهوا معلميهم. الفرعن المصريين كانوا بيقالهوا الفراعنه، الرومان كانوا بيقالهوا الامبراطور. ده لغايه عصور قريبه من 60 و70 سنه في دول في افريقيا كانوا بيقالهوا بعض الناس. بالظبط كده. فقلت له الحقيقه لا انا عايز اخرج من الاختيارين اللي انت حاططهم لي. فقال لي يعني، قلت له انا هقرا معاك ايه الاول وبعدين اقول لك انا هاخرج من الاختيارين ازاي. فانا قريت له الايه دي. قلت له لما يبقى متقال انه في طفل هيجي كمان 700 سنه وهذا الطفل هو الله، مفيش احتمال للادعاء ولا في احتمال للتلفيق. حلو جدا. دي متقاله قبلها ب 700 سنه. فلو انت عايز اجابتي مين قال ان المسيح هو الله؟ ايوه هو قال عن نفسه ان هو اله، ايوه تلاميذه قالوا ان هو اله، بس قبل دول 700 سنه. الله يهوى قال من 700 سنه على فم اشعيا النبي ان هو اله، وانبياء كتير، ده مش نبي واحد. تمام. ده انبياء كتير في ازمنه مختلفه قالوا ان هو الله. تمام. انا خايف الوقت يخلص وما ناخدهمش كلهم. ادي الها قديرا. قديرا. ايه اللي بيميز اله اسرائيل عن الالهه الكاذبه اللي كانت موجوده في الشعوب اللي اسرائيل عايشين وسطيها؟ اسرائيل عايش بيعبد اله هو الاله الحقيقي، عايشين في مصر عندهم الهه كتير. فكان دايما في التقليد اليهودي بيستخدموا مصطلح القدير عشان يميز الاله الحقيقي عن الالهه الكاذب. تمام. فانه يتقال بقى عن هذا الطفل مش بس إله، مش أي إله، لا مثل لك بين الإله يا رب، لا ده الإله القدير، يعني هو الإله الحقيقي الوحيد هو ربنا يسوع المسيح.